جانيت سفينة جديدة لنقل البضائع والسلع تدعم بها الأسطول البحري لبلادنا. السفينة التابعة للمجمع الجزائري للنقل البحري تبلغ قدرة استيعابها أكثر من 1530 حاوية باختلاف أنواعها، بما في ذلك حاويات التبريد. السفينة التي يبلغ طولها 171 مترا وعرضها أكثر من 24 مترا مزودة برافعتين وستة عنابر، كما تبلغ حمولتها الإجمالية 16850 طنا. سفينة جانيت المخصصة لشحن البضائع مجهزة بأحدث وسائل الملاحة البحرية والتكنولوجيات الحديثة في المجال، بالإضافة إلى محركات تعمل بنظام يحافظ على البيئة من حيث نسبة الانبعاثات، وهو ما يستجيب للقوانين الدولية. سفينة جانيت ستكون إضافة نوعية للملاحة البحرية ببلادنا، كما ستسمح برفع قدرات الشحن وكذا أخذ حصة معتبرة من حركة الحاويات في الموانئ الوطنية وكذا في موانئ الحوض المتوسط.